السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتجربة قيادة جديدة من عالم السيارات. السيارة الأفضل في عام 2018، واحدة من أكثر السيارات مبيعا في براند فولفو، واحدة كمان من أكثر السيارات أمانا على مستوى العالم. أهلا بكم في الخطوط الأرضية السويدية مع فولفو XC60. النهاردة هي دي تجربة القيادة بتاعتنا. هنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية، بداية من الأسعار والفئات اللي بتطرح بيها في السوق المصري، وأخيرا هنتكلم كمان على أداء العربية على الطرق المصرية. فاصل صغير زي ما تعودنا ونرجع نكمل. XC60 كان سنة 2009، ومن 2009 لحد 2020 العربية دي حققت مبيعات وصلت لمليون عربية على مستوى العالم، وتحديدا في 2020 كمان باعت أكتر من 200 ألف نسخة، ولذلك تعتبر أو شكلت 30% من مبيعات فولفو سنة 2020، ولذلك برضو هي تعتبر الحصان الرابح لعلامة فولفو السويدية. وده بيرجع لعدة أسباب. أولا حجم العربية، لأن هي بتقع في المنتصف ما بين الـ XC90 وما بين الـ XC40، يعني هي في النص، حجمها يعتبر متوسط. الحاجة التانية كمان أن العربية فيها مجموعة تجهيزات تعتبر إلى حد ما مقبولة جدا مقارنة بمنافسينها في نفس الفئة السعرية والحجمية. عندنا في السوق المصري XC60 بتطرح بثلاث فئات من خلال وكيل علامة فولفو السويدية عز العرب. الفئة الأولى مومنتم بتنزل بسعر 990 ألف، الفئة الثانية الار ديزاين بتنزل بسعر 1,160,000، وأخيرا الفئة الثالثة والأعلى تجهيزا الانسكريبشن بتنزل بسعر 1,180,000. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنعمل تجربة قيادة للفئة الثالثة والأعلى تجهيزا من فولفو XC60. هنتعرف كمان على أبرز التجهيزات الخارجية والداخلية واللي أهمها عوامل السلام والأمان، لأن العربية دي واحدة زي ما قلت في المقدمة كده من أكثر العربيات أمانا على مستوى العالم. هنتعرف كمان على أبرز الاختلافات في التجهيزات الخارجية والداخلية ما بين الفئات الثلاثة اللي بتطرح بيهم العربية في السوق المصري. وخلونا نبتدي بمقدمة العربية. أكتر حاجة ملفتة للنظر في مقدمة العربية هي الشبكة الأمامية، محتلة جزء كبير من مقدمة العربية، مخليه منظر العربية أجريسيف أكتر ورياضي أكتر. هنلاحظ إن الشبكة الأمامية هنا في الفئة الثالثة بتكون من الجلاسي بلاك، في الفئات اللي قبل الفئة الثالثة بيكون فيها تطعيمات من الكروم مع اختلاف شوية في تصميم الشبكة الأمامية. الجلاسي بلاك ده هيكمل معانا في أماكن كتير في العربية من بره. هنلاحظ مثلا إن هو موجود هنا عند فتحات التهوية اللي هي تعتبر فيك مش حقيقية، عند فتحات التهوية السفلية اللي موجودة هنا، عند المرايات الجانبية، عند الفريم اللي موجود حوالين الإزاز الجانبي. هنلاحظ كمان إن الجلاسي بلاك مكمل معانا في الروف راكس، هنتكلم عنه لما ندخل على جنب العربية. عندنا كمان في مقدمة العربية حاجة مشتركة ما بين الفئات الثلاثة، وهي سنسور الركن الأمامي اللي موجودة في كل فئات الـ XC60، مفيش فيها أي اختلاف، لكن الاختلاف بيحصل في الفوج لايت الأمامية اللي موجودة هنا. هنا الفوج لايت موجودة في الفئة الثالثة بس، أما في الفئتين اللي قبل الفئة الثالثة مفيش فيهم فوج لايت، الإضاءة بتاعتهم بتيجي LED، وكذلك الإضاءة الرئيسية اللي موجودة في كل فئات الـ XC60 بتكون LED بالكامل، بالإضافة كمان للإضاءة النهارية الموجودة برضو في كل فئات الـ XC60 برضو بتبقى LED. طيب هنلاحظ كمان الكبوت الأمامي فيه مجموعة من الكسرات اللي بتساعد في ايروديناميك أفضل للعربية على السرعات العالية. هنلاحظ كمان وجود الرادار الأمامي اللي موجود هنا. الرادار الأمامي ده بيشتغل في حاجات كتير جدا ليها علاقة بعوامل السلام والامان، هنتكلم عنها لما نيجي نتحرك بالعربيه. في تصفيح كامل اسفل المحرك من الفبر، ولكن في اوبشن اضافي ان انت لو عايز تغيره تخليه من الالومنيوم، فده متاح برضه في التوكيل بقيمه اضافيه او برقم اضافي على سعر العربيه. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمقدمه العربيه. تعالوا بقى نتنقل لجنب الـ XC60 ونتكلم اكتر عن تفاصيله.
الجنط هنا واحد من ابرز الاختلافات ما بين الفئات الثلاثه للاكس سي 60 المطروحه في السوق المصري. هنا في الفئه الثالثه في الانسكريبشن الجنط بيكون مقاسه 19 انش، 5 سبوكس النقشه بتاعته مختلفه عن الجنط اللي بينزل في الفئتين اللي قبل الفئه الثالثه، بالاضافه كمان لمقاسه زي ما قلت لكم 19 انش في الاولى، والثانيه بيكون 18 انش. عندنا كمان طول العربيه الاجمالي 4 متر 68 سنتي، طول قاعده العجلات 2 متر 86 سنتي، وده طبعا طول قاعده عجلات عظيم جدا بينعكس بشكل كبير على المساحات الداخليه في العربيه. ارتفاع العربيه عن الارض 21 سنتي، رقم مناسب جدا جدا للطرق المصريه، بالاضافه كمان لمجموعه تجهيزات بتخلي شكل العربيه من الجنب مختلف عن الفئتين اللي قبلها. عندنا مثلا زي ما قلت لكم في المقدمه الجلاسي بلاك الموجود على المرايات الجانبيه القابله للطي اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه، ده شكل ريموت العربيه. هنلاحظ كمان ان انا لما بقفل العربيه او بفتحها بالشكل ده بيفتح معايا المرايات الجانبيه او بتقفل مع قفل العربيه. كيلس انتري في الابواب الاربعه، مش بس في الباب السائق وباب الراكب الامامي، لا في الابواب الاربعه كمان موجود الكيلس انتري. عندنا كمان الجلاسي بلاك اللي زي ما قلت لكم في المقدمه برضو ان هو موجود عامل زي فريم حوالين الازاز الجانبي الموجود في العربيه، بالاضافه كمان للازاز الخلفي اللي بيجي فميه، والازاز المنطقه دي من الزجاج كمان بتيجي فميه، بالاضافه كمان لان الحته دي او الجزء ده من الازاز بيبقى فيه سخانات عشان الشبوره والضباب زي ما موجود كمان في الازاز الخلفي تماما في العربيه. عندي وحده رفع موجوده هنا في العربيه، لو دوست على زرار اغلاق العربيه بشكل مطول بيقفل معايا الازاز الاربعه بالاضافه لفتحه السقف، وكذلك عندي اوبشن ظريف وهو وحده فتح الازاز او وحده انزال الازاز، لو دوست برضو على الزرار الخاص بفتح العربيه لفتره مطوله هيفتح معايا الازاز الاربعه لكن مش هيفتح فتحه السقف. دي كده من ضمن الاوبشنز الظريفه اللي موجوده هنا في الفئه الثالثه في جنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل لظهر العربيه ونتعرف اكتر على التجهيزات الموجوده في اكس سي 60 من الخلف. في ظهر العربيه هنا عندي مجموعه كبيره من التجهيزات المميزه واللي موجوده او مشتركه ما بين الفئات الثلاثه اللي تطرح بيهم الاكس سي 60. اول ميزه منهم هي الشنطه اللي بتفتح كهربائيا من خلال اما الرجل، سنسور الرجل من هنا، او من خلال زرار موجود هنا على باب الشنطه، او من خلال زرار داخلي موجود في الكونسول الامامي، او من خلال زرار موجود على الريموت كنترول برضو. فالشنطه ممكن تفتح باكتر من طريقه، في كل الحالات بتفتح بشكل كهربائي بالكامل. طيب مساحه الشنطه هنا داخليا 483 لتر مستغله بشكل كامل، ما عنديش شف التحميل، ودي احد المميزات اللي بتسهل في عمليه تحميل الشنطه. الاحظ كمان وجود مساحه تخزين سفليه موجوده هنا، موجود فيها الاستبن اللي بيجي بجنط احتياطي معاه كمان العده المتعلقه بالاستبن سواء الكوريك او المفك او اي حاجه متعلقه بحاله الطوارئ. على شمال الشنطه موجود هنا مساحه تخزين شبكيه مع فتحه 12 فولت مع وحده اضاءه LED، وكل ده مشترك ما بين الفئات الثلاثه، ما فيش فيه اي اختلاف. وحده اضاءه كمان موجوده على الجانب الشمال هنا، بالاضافه كمان لجنشات مثبته على الارض علشان لو حابب اربط اي حاجه بشكل كامل او مثبت بشكل كامل على الارض. عندي طبعا الكفر الموجود هنا واللي ممكن استغله علشان احافظ على اي حاجه موجوده في العربيه بشكل كامل لو انا مش عايز اي حد يشوف اي حاجه من العربيه، بالاضافه كمان لامكانيه طي الكنبه الخلفيه 40 60 علشان تزود مساحه الشنطه لمساحه تتجاوز ال 1000 لتر. طيب قفل الشنطه برده من خلال زرار موجود هنا، وهتلاقوا جنبه زرار تاني موجود علشان يعمل لي لوك على المسافه بالظبط اللي انا محتاج ارتفاع الشنطه تفتح عندها. لو شخص طوله اقصر شويه فهو مش عايز كل ده يفتح، فبالتالي ممكن يختار الارتفاع المناسب لباب الشنطة علشان من خلاله يقدر يفتح. طيب خارجيا عندنا تجهيزات متكاملة في العربية زي ما قلت لكم، تعتبر قياسية ما فيش فيها اي اختلاف ما بين الفئات الثلاثة اللي تطرح بيهم العربية. الازاز الخلفي بيجي فمي مع سخانات عشان الشبورة والضباب، عندنا كمان السبويلر الخلفي المثبت جواه الاضاءة التحذيرية الخاصة بالفرامل مع اضاءتها ال LED، عندنا كمان انتنة الشارك فين الموجودة هنا، ونلاحظ كمان الجزء ده من باب الشنطة اللي موجود على باب الشنطة واللي تحس ان هو زي ما يكون كان المفروض يبقى الفانوس كامل بس الجزء ده جه غطى عليه، بنلاحظ الجزء ده كده بيجي بنفس لون العربيه وبيخلي منظر الفانوس كمان اللي بيجي بشكل طولي بيخلي منظر الفانوس مختلف كمان. طيب الاضاءه جوه الفانوس الخلفي بتبقى LED بالكامل بدون اي اختلاف. هنلاحظ كمان علامه الاكس سي 60 مع علامه التي 5 بجنبها الاول ويل درايف، تي 5 ده رمز المحرك اللي هنتكلم عنه لما نتحرك بالعربيه، مع الاول ويل درايف. عواكس اضاءه موجوده على الاصدام الخلفي هنا، بالاضافه لتصميم مختلف شويه للاصدام الخلفي عن الفئتين اللي قبل الفئه الثالثه.
نلاحظ كمان الجلاسي بلاك زي ما قلت لكم بيكمل معانا في اماكن كتير في العربيه، موجود هنا حوالين الديفيوزر الخلفي. نلاحظ ان هو بيعمل شكل قريب من فتحات التهويه، لكن هي مش فتحات تهويه حقيقيه. وكذلك عندنا فتحات الشكمان، عندنا فتحتين شكمان حقيقيين لكن حواليهم حليه من الكروم بيدوا منظر رياضي اكتر للعربيه، مع سنسور الركن الخلفيه والكاميرا الخلفيه المشتركه في جميع فئات الاكس سي 60. ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربيه. تعالوا بقى نركب في العربيه من جوه ونتعرف على الكنبه الخلفيه ومنها الكونسول الامامي، ونبدا نتحرك ونعمل تجربه القياده بتاعتنا. يلا بينا. وصلنا للكنبه الخلفيه في الاكس سي 60. مبدئيا كده خلونا نبتدي بمجموعه عوامل ذكيه او مجموعه حاجات ذكيه او لقطات ذكيه موجوده هنا في الكنبه الخلفيه او في الجزء الخلفي من مقصوره الركاب. اول لقطه ذكيه موجوده عندنا هو مسند الايد الخلفي اللي موجود هنا، ومسند ايد يبدو ان هو شكله طبيعي، ولكن في لقطتين مميزتين. اللقطه الاولانيه هو الكاب هولدر المخفي بالشكل ده اللي بيفتح بشكل سوفت وبيقفل كمان بشكل سوفت لو انت مش محتاجه، بالاضافه كمان لمساحه تخزين سفليه مخفيه موجوده هنا في الشكل ده، ممكن افتح وتظهر عندي مساحه التخزين. حجمها او عمقها مش كبير، ممكن تحط فيها موبايل مثلا او محفظه او حاجه تانية. طيب نقفل كده مسند الايد. اللقطه الثانيه الذكيه اللي موجوده هنا في الكنبه الخلفيه هي لقطه فتحات التكييف. فتحات التكييف مش موجوده في مكانها الطبيعي اللي هي تبقى خلف الكونسول الوسطي، لا موجوده في القوايم الجانبيه اليمين والشمال، ودي برضو لقطه مميزه جدا. عندنا فتحه تكييف موجوده هنا على اليمين وفتحه تكييف موجوده على الشمال، ممكن اتحكم في فتحات التكييف دي ان انا افتحها او اقفلها او في اتجاه الهواء، لانه التكييف الموجود في العربيه هنا بيبقى دول زون وبيبقى خاص بالمنطقتين الاماميتين فقط. طيب دي اللقطه الثانيه. اللقطه الثالثه اللي موجوده معانا هي مساند الراس القابله للطي من خلال ضغطه زرار واحده، ودي برضو حاجه لطيفه جدا. كل مسند راس في جنبه زرارين، الزرار الاولاني بيثني مسند الراس بالشكل ده، طيب الزرار الثاني بيثني مسند الراس مع الكنبه في نفس الوقت بالشكل ده، بيفتح لي الكنبه او بيثني الكنبه 40 60 زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم في ظهر العربيه، علشان يزود عندي مساحه الكنبه لاكثر من 1000 لتر. طيب اللقطه اللي بعد كده موجوده عندنا هي فتحات اليو اس بي الموجوده، عندنا فتحتين يو اس بي تايب سي موجودين في الكونسول الوسطي موجودين هنا، عندنا كمان مساحات للتخزين موجوده، مساحات تخزين شبكيه موجوده في ظهر الكراسي الاماميه، وده ياخدنا للمساحات بشكل عام سواء مساحات الارجل او مساحات الراس. المساحات بتاعه الارجل مساحات مناسبه جدا، بنتكلم في طول قاعده عجلات 2 متر 86 فطبعا طول قاعده عجلات كبير، وبالتالي المساحات وراء مستغله بشكل كامل. طول عندنا ارتفاع الكرسي عن الارض سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي قابل للضبط كهربائيا، وحتى في اكثر حالاته انخفاضا برضو عندك مساحه رجل سفليه كويسه جدا، عندك كمان مساحه ركبه كويسه جدا، عندك كمان مساحه راس برضو مناسبه جدا، فتحس ان المكان مريح نفسيا وانت قاعد في مقصوره الركاب في الخلف. طيب الماتيريال المستخدم بشكل عام في العربيه هو الجلد والسوفت ماتيريال، وعندنا برضو بعض التطعيمات من القماش. هلاحظ ان ظهر الكنبه بيبقى ميكس ما بين الجلد والقماش، هنلاحظ ان بطن الباب بيبقى من القماش مع تطعيمات هنا موجوده، الجزء العلوي من الباب بيبقى عباره عن سوفت ماتيريال مع تطعيمات من الجلد موجوده عند المسند بتاع الكوع للباب. من تحت عندنا اجزاء من البلاستيك اللي هي مساحات التخزين اللي موجوده مع السماعه، بتبقى مساحات من البلاستيك ولكن واخده طبقه جلد برضو علشان يبقى ملمسها كويس، بالاضافه كمان لتبطين من الموكيت الموجود داخل مساحات التخزين. طيب الجلد مستخدم بشكل كبير جدا في العربيه سواء على مستوى المقاعد الاماميه، على مستوى الكنبه الخلفيه، او حتى على مستوى الكونسول الامامي والطابلو والكراسي والابواب، سواء الابواب الاماميه او الابواب الخلفيه. طيب تصميم الكنبه الخلفيه تصميم مريح جدا، القعده عليه مريحه جدا، وكذلك القعده في المنتصف برغم انه نفق الفتيس مرتفع وده الطبيعي طبعا في اي عربيه اول ويل درايف، لكن برضو القعده في النص بتبقى مريحه الى حد ما، مش هينفع تحط رجلك طبعا على نفق الفتيس ولكن هتحط رجل يمين ورجل شمال. ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه وتجهيزاتها. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على عوامل السلامة والامان، على الانفوتينمنت سيستم، ونتكلم كمان على اداء العربيه على الطريق سواء خارج المدينه او على الطرق السريعه. عندنا كمان طبعا سان روف عملاقه زي ما انتم شايفين ساعدتنا كتير في الاضاءه بتاعه العربيه جوه. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم باستفاضه عن تجهيزات العربيه، يلا بينا. طيب وصلنا للكونسول الامامي في فولفو اكس سي 60، واحنا بننطلق كده واحنا ماشيين هنتكلم على مجموعه كبيره بقى من عوامل السلامه والامان والمحرك والانفوتينمنت سيستم، وهنتكلم على تجربه قيادتنا للعربيه خلال الكام يوم اللي فاتوا. بشكل مبدئي كده طالما بنتكلم على فولفو يبقى اكيد بنتكلم على عوامل سلامه وامان خرافيه او عوامل سلامه وامان كبيره جدا، وطالما بنتكلم على عوامل سلامه وامان يبقى اكيد بنتكلم على فولفو. ليه بقى؟ اولا فولفو هي اول عربيه على مستوى العالم بتدخل احزمه الامان في موديلاتها او في طرازاتها، ده رقم واحد.
رقم 2، كتيب السلامة والأمان لXC60 مكون من 348 صفحة، فلك أن تتخيل عربية عامل السلامة والأمان فيها عشان تتلخص بتتلخص في 348 صفحة، فبالتالي ده طبعا بيدينا مؤشر قد إيه عامل السلامة والأمان في العربية دي كتيرة ومتنوعة كمان، مش بس كتيرة في حتة واحدة لكن كمان متنوعة. طيب نبتدي بعوامل السلامة والأمان الأشهر وهي الإيرباكز. عندنا 6 إيرباكز موجودين في العربية، 2 أمامي 2 جانبي و2 ستائري. بعد كده عندنا أنظمة فرامل مختلفة ومتنوعة، منها الـ ABS والـ ABD أكيد، بالإضافة كمان لأنظمة اتزان إلكتروني برضو مختلفة ومتنوعة، وأولها طبعا الـ ESP. وعندنا كمان أنظمة مساعدة للقيادة زي الهيل أسيست، الهيل لونش أسيست اللي هو مساعد العربية في الصعود للمرتفعات ومساعد العربية في الهبوط من المنخفضات، بالإضافة كمان للأوتو هولد. عندنا كمان فرامل إيد الكهربائية، عندنا سنسور ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، عندنا رادار أمامي موجود هنا بيشتغل شغل عظيم جدا، بيشتغل في أكتر من اتجاه. أولا عندك هنا في الفئة الثالثة، في الفئتين اللي قبل الفئة الثالثة ما عندكش الأوبشن ده اللي هو الأدابتيف كروس كنترول أو مثبت ومحدد السرعة التكيفي، ده موجود هنا في الفئة الثالثة، بالإضافة كمان للبايلوت أسيست أو مساعد القيادة. مساعد القيادة ده مش بيسوق مكانك ولكن بيديك نبضات كهربائية أو نبضات فرامل، عفوا بيديك نبضات فرامل في العربية وانت سايق، لو حد طلع قدامك او حد طلع وراك، منع تصادم امامي ومنع تصادم خلفي، بيساعدك كمان في التوجيه في البقاء على الحارة، في البقاء في الحارة المرورية بتاعتك. غير كمان بقى مجموعة واسعة جدا من انظمة السلامة والامان المتعلقة بمساعدة القيادة او المساعدة للسائق علشان يتعرف اكتر على العربية وحالتها، منها مثلا التاير بريشر مونيتورنج الموجود، بالاضافة كمان لتنبيه السائق في حالة ان هو حاسس بارهاق او حاجة. دي كده مجموعة واسعة من عوامل السلامة والامان، ومش كل عوامل السلامة والامان الموجودة في الاكسي 60. فولفو اول علامة تجارية تدخل حزام الامان في عربياتها، وفولفو كمان واحدة من العربيات اللي خدت احسن عربية على مستوى العالم في عوامل السلامة والامان فيما يتعلق بطرازات الاس يو في بتاعتها تحديدا، كمان سواء الاكسي 60 او الاكسي 40 او الاكسي الكبيرة بقى اللي هي 90. فبالتالي يعني خلينا نركب بقى موضوع عوامل السلامة والامان ده على جنب لانه ده حاجة مفروغ منها في فولفو. طيب الاهتمام بالتفاصيل هو ده بقى ممكن نتكلم عليه عنوان الجزء الخاص به الكونسول الامامي في العربية. في اهتمام بتفاصيل يعني مهم جدا ولطيف جدا متعلق مثلا بالماتيريال المستخدم في العربية. الماتيريال مفيش ايدك مش هتقع على حتة في العربية فيها ماتيريال مزعج او لمسة مزعجة، يعني مش هتلاقي بلاستيك كتير مستخدم في العربية، حتى البلاستيك المستخدم بياخد يعني زي طبقة موجودة كده من الجلد. بلاحظ مثلا هنا برغم ان هو سوفت ماتيريال اللي انه واخد طبقة برضو من الجلد، بلاحظ كمان الجزء ده التريم الكروم ده شكله شيك جدا وملمسه كمان ظريف جدا. الجزء ده بيجي من البلاستيك واخد طبقة من الجلد. عجلة القيادة بتبقى من الجلد مع خياطة كمان ستيتشن كده باللون الابيض جواها، بتديك منظر رياضي وفي نفس الوقت مريح لملمس الايد. وكذلك الابواب الامامية اللي بتيجي ما بين السوفت ماتيريال وما بين الجلد وما بين تطعيمات القماش اللي اتكلمنا عليها في الابواب الخلفية. طيب هنلاحظ كمان الكراسي الاماميه اللي موجوده هنا اللي هي برضه بتبقى من الجلد، بالاضافه كمان لتطعيمات من القماش موجوده في ظهر الكراسي. تصميم الكراسي كمان الاماميه مميز جدا ومختلف جدا، بيحتضنك بشكل واضح. الجناب اللي موجوده هنا كمان بتساعدك كمان بشكل كبير في الثبات على الكرسي بتاعك مهما كانت المنحنيات اللي تاخدها عنيفه مثلا او ماشي في حته غير مستويه، كل ده بيساعدك كمان الكرسي في الثبات على وضعية الجلوس بتاعتك، ودي حاجة عظيمة جدا حقيقة. من ضمن الحاجات المفيدة كمان موضوع النامبر سبورت او موضوع دعم القطنية، بالاضافة كمان لاكتر من اتجاه بيتحرك فيه كرسي السائق وكرسي راكب الامامي كهربائيا، بالاضافة كمان لذاكرة لحفظ وضعية الكرسي لوضعيتين مختلفتين سواء لكرسي السائق او حتى لكرسي الراكب الامامي. لكن من ضمن التجهيزات اللي غابت مثلا موضوع المساج، مفيش مساج في الكراسي، مفيش مثلا سخانات كمان في الكراسي، ده مش متاح هنا حتى في اعلى فئات الاكسي 60. طيب ده ياخدنا كمان لنقطة تانية وهي نقطة الترفيه وعوامل الترفيه الموجودة في العربية. عندنا شاشة عدادات 12 انش، شاشة عدادات ديجيتال بالكامل بتظهر لك كل المعلومات الخاصة بالعربية بما فيها كمان أنظمة القيادة اللي هنروح لها كمان شوية، بتظهر لك كمان هنا بتختلف الألوان بتاعتها، ولكن يعيبها ان ما فيهاش ثيمز كتيرة او ما فيهاش اشكال او تغيير للشكل بتاع العدادات كتير، ولكن شاشة العدادات بشكل عام واضحة وسيمبل جدا وبسيطة جدا. في كمان قائمة كده بتطلع المفروض
المفروض من هنا من عجلة القيادة، القائمة اللي بتطلع من هنا دي بتبقى صغيرة جدا وموجودة هنا، اللي من خلالها بقدر أعرف المؤشرات الحيوية بتاعت العربية. ودي طبعا برضو من ضمن الانتقادات، لأن هي بتبقى صغيرة خالص في جزء كده مش باين، بتحتاج تركز فيها. فلو أنت عايز تعرف معلومة وأنت سايق هيبقى الموضوع صعب شوية. ده هياخدنا للانفوتيمنت سيستم، الشاشه الوسطيه اللي موجوده هنا، شاشه 9 وشويه انش تاتش سكرين، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، من خلالها بقدر اتحكم في كل الوظائف بتاعه العربيه بما فيها التكييف الدول زون اللي اتكلمنا عنه. احنا بنتكلم في كنبه الخلفيه، بيجي تكييف دول زون او منطقتين، منطقه للسائق ومنطقه للراكب الامامي، وطبعا مجموعه واسعه من التجهيزات اللي موجوده فيها. وخليني اقول لكم برضو ان فولفو كانت من اوائل العلامات التجاريه ان لم تكن هي الاولى على الاطلاق في التعاون مع شركه جوجل لاستخدام النافيجيشن سيستم او استخدام بعض التجهيزات في الانفوتيمنت سيستم بتاعها، فكانت اول عربيه يعني تتعاون مع جوجل في التجهيزات بتاعتها. وطبعا فولفو رائده في مجموعه كبيره جدا من التجهيزات زي ما قلت لكم في عمود السنه والامان، وكمان في الانفوتيمنت سيستم هنا في العربيه. فتحات التكييف شكلها مميز جدا وفانسي جدا، وتحس ان انت راكب حاجه فعلا محترمه جدا، وبتحترم الشخص او عقليه الراكب او عقليه صاحب العربيه في التصميم بتاعها، سواء في تصميم فتحات التكييف او التصميم بشكل عام بتاع التابلو من قدام. تصميم مبتكر ولطيف وهادي في نفس الوقت، يعني مفيش فيه دوشه او حاجه راكبه على حاجه او كده، فهو مريح جدا للعين وللاعصاب. بالاضافه كمان للساوند سيستم هارمان كاردون، ده ساوند سيستم عظيم جدا الحقيقه. العربيه فيها تقريبا 12 سماعه موجوده، مش فاكر 10 او 12 سماعه، ودي برده من الحاجات اللطيفه جدا، ساوند سيستم محترم قوي. طيب نتنقل بقى للنقطه الاهم، وهو منظومة الحركة في العربية، واللي بتيجي all wheel drive في الفئتين التانية والتالتة. أما الفئة الأولى فبتكون الدفع أمامي. نظام الحركة في العربية مكون من محرك T5. محرك T5 ده بيجي بشاحن تربو واحد وسعته 2 لتر أو 2000 سي سي، بتوصل على نقل حركة أوتوماتيكي من شركة آيسن اليابانية من 8 سرعات. المنظومة دي بتطلع قوة حصانية بتوصل ل 254 حصان، وعزم بيوصل ل 350 نيوتن متر عند 1500 لفة. وزي ما قلت لكم 1500 لفة 350 نيوتن متر مع منظومة دفع رباعية العجلات، فأكيد احنا بنتكلم في أداء لطيف جدا. وده اللي حصل فعلا، العربية بتوصل من 0% في حوالي 6.9 ثانية، وده طبعا رقم كويس جدا على SUV بالوزن والحجم ده، فطبعا بيدينا مؤشر انه اداء العربية محترم جدا، وده اللي احنا اختبرناه فعليا خلال فترة القيادة اللي احنا جربنا فيها العربية. طيب سسبنشن سيستم الامامي مكفرسن، والخلفي اكيد لازم يبقى مالتي لينك، وسسبنشن سيستم متكيف تماما مع اداء العربية، ومش متكيف يعني هو يعني ما فيهوش مش ايروديناميك، ولكن فعلا بتحس باختلاف في حالة ان انت لو على مود القيادة الايكونومي او الاقتصادي، او على مود القيادة النورمال او الاندفيدوال، او على مود القيادة السبورت، او اللي هو بيديك الاجريسيف اداء، الاداء الاجريسيف بتاع العربية. طيب عندنا الأنظمة القيادة اللي موجودة ممكن اتحكم من خلال بكرة موجودة هنا، ومن ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش الحقيقة ان انا لازم علشان اشوف لازم اشوف في الشاشة الوسطية، ما بتظهرش عندي في شاشة العدادات. عندنا ايكو وكمفورت كمان، وعندنا اندفيدوال وديناميك، وعندنا الاوف رود، وده برضو احد أنظمة القيادة الكويسة في العربية اللي ممكن من خلالها لو انا ماشي في طريق فيه مشاكل او طريق مش متزن او طريق مش سهل، فممكن استخدم طريق الاوف رود. زي ما قلت لكم العربية بتستجيب بشكل لطيف جدا، وعلى حسب مود القيادة بتاعك العربية فعلا بتتكيف في الستيرنج ويل او عجلة القيادة، بتاخد المود اللي انت محتاجه، بالاضافة كمان للسسبنشن سيستم، بالاضافة كمان لاداء المحرك ونقل الحركة. وبالمناسبة اداء المحرك مع نقل الحركة اداء سلس، اداء ناعم، اداء متزن جدا. معدل استهلاك البنزين الرسمي في العربية هنا حوالي 9.3، لكن احنا استهلكنا اكتر من كده في حالات القيادة العنيفة، كمان بنستهلك اكتر من كده، عندنا حوالي وصلنا ل 13 لتر لكل 100 كيلو، ده معدل استهلاك يعتبر مرتفع الى حد ما، ولكن طبعا مع تشغيل التكييف والقيادة العنيفة ممكن توصل للدرجة دي. ولكن بشكل اساسي عندنا القيادة او في معدل القيادة المتوسطة داخل المدينة بيبقى من 9.7 لحد 11 لتر لكل 100 كيلومتر العربية بتستهلكهم. طبعا بنتكلم في محرك 2000 سي سي، فطبيعي اعتقد استهلاك البنزين ده هيكون مناسب جدا.
طيب العربية بشكل عام أداءها من ناحية بقى سسبنشن سيستم فهو أداء لطيف مش ناشف قوي، ولكن فيه نشوفية، وبالذات على وضع اللي بيبقى فيه العربية أجريسيف شوية بتلاقي الأداء بتاعها أو الأداء بتاع العفشة بيكون ناشف شوية. ولكن في الكومفورت مثلا العفشة بتبقى مريحة، بتبقى سهلة، أداءها على المطبات عظيم جدا الحقيقة، ما كانش فيه أي مشكلة. التكييف كمان من الحاجات المميزة جدا في العربية، برغم إن هي أوروبي إلا إن التكييف بتاعها برضو يعتبر محترم مقارنة بكتير من منافسنا. العزل في العربية للأسف يعني مش أحسن حاجة، ودي حاجة أنا استغربت لها جدا. العزل سواء المتعلق بعزل الكاوتش صوته مسموع، احنا عندنا جنطة 19 إنش صوته مسموع، ودي برضو حاجة مش ظريفة يعني. بالإضافة كمان لصوت الهواء بيظهر معاك بعد سرعة 100-110 بتبدأ تسمع صوت الهواء، والعزل الخاص بقى بالمحيط حواليك لما بتبقى ماشي في مكان لو دوشة قوي بتسمع برضو، لكن لو مش دوشة قوي بتبقى الدنيا هادية شوية. يعتبر يعني العزل بتاع المحيط حواليك هو من يعني ايه افضل انواع العزل الموجود في العربية. اما عزل الكاوتش وعزل صوت المحرك وعزل كمان السرعات العالية مش احسن حاجة، يعني ممكن لو نديله تقييم من 10 فممكن نديله مثلا 6 أو 7 من 10. تعالوا بقى نعمل تجربة تسارع كده سريعة ونشوف اخبار العربية هتوصل معانا على السرعات العالية يعني اخبارها ايه. مبدئيا العربية بتجمع بسرعة، خلونا كده نغير المود ونخليه على الديناميك اللي هو بيبقى هاي بيرفورمانس. وبتلاحظ اول حاجة بتلاحظها لما تجيب العربية على الديناميك ده انه الـ RPM عندك بيعلى بشكل ملحوظ. من ضمن الحاجات برضو اللي استغربت لها في العربية هنا ان العربية فيها مود قيادة مانوال، وده ممكن تفعله من خلال ان انت بتجيب عجلة عصاية نقل الحركة ناحية الشمال فبتديك الاسلوب القيادة المانوال، ولكن ما عنديش شيفت بادل. يعني ده كده محاولة للتسارع. العربية فعلا بتستجيب بشكل سريع، احنا في الحتة الصغيرة دي عدينا ال 110 ودي برضو رقم كويس جدا. العربية بتستجيب بسرعة ودي حاجة لطيفة، في سلاسة كمان في التعامل ما بين نقل الحركة وما بين المحرك، مش حاسس بأي لاج الحقيقة، ودي برضو من الحاجات الكويسة جدا. لكن زي ما قلت لكم في التعامل مع نقل الحركة في الوضع اليدوي ما عنديش شيفت بادل انقل بيها، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت يعني غايبة عن تجهيزات العربية. ما نقدرش نقول عيب، ولكن ممكن نقول حاجة غابت عن التجهيزات بتاعة العربية. طيب تعالوا كده نختبر تسارع العربية. انا كده جايب على الاندفيدول اهوت، من كده اجيبه على المانوال كمان، نختار حتة كده يكون فيها شارع لطيف. طيب نحاول كده نختبر العربية ونشوف. طبعا مش صح ابدا اللي احنا نعمله دوت، ولكن خلونا كده نشوف. عظيم جدا، العربية استجابتها رائعة جدا، متحسش ابدا من نقلات، وده طبعا بيديك مؤشر قد ايه العربيه فعلا الار بي ام او الاداء بتاعها، العزم بتاعها تحديدا حاضر عند ار بي ام منخفض جدا. الاداء رائع وانا معجب جدا الحقيقه باداء العربيه. يعني بشكل سريع كده حاولنا نعمل لكم تجربه قياده مفصله لفولفو اكس سي 60. في النهايه احنا وصلنا كده لختام التجربه بتاعتنا، اتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم. يعني مش حابب انسى في نهايه الفيديو ان انا اشكر مجموعه من الزملاء اللي ساعدوني بشكل غير مباشر في اعداد التقارير الخاصه بالعربيه دي، واللي هتلاقوها موجوده على موقعنا مجله عالم السيارات، محمد علي، امنيه صلاح الدين، وهبه القاضي. اشكرهم جدا على التقارير اللي اعدوها والخاصه بالاكس سي 60، وزي ما قلت لكم هتلاقوها موجوده ومفصله على موقعنا مجله عالم السيارات او عالم السيارات دوت نت. اشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في عربيه جديده وتجربه قياده جديده. مع السلامة.